أهلا بكم إلى حلقة جديدة من الواقع اليمني، والبداية بالعناوين. بعد قصف هو الأعنف على اللواء 35 بتعز، طيران التحالف يكثف غاراته على عدد من المحافظات، وتواصل الاشتباكات في عدن ومارب. رسميا الأمم المتحدة تعين الموريتاني إسماعيل ولد شيخ مبعوثا جديدا إلى اليمن خلفا لبن عمر. التربية والتعليم تعلن الثاني من مايو المقبل موعد استئناف دراسة، وجامعة صنعاء تمدد تعليق دراسة لأسبوع إضافي. سنتناول أيضا في هذه الحلقة محاور خاصة بآخر مستجدات وتطورات الأحداث على الصعيدين السياسي والعسكري، لكن قبل ذلك نبدأ مع مجموعة من أهم أخبار اليوم. شنت طائرات التحالف في وقت متأخر من مساء أمس غارات جوية وصفت بالأعنف على معسكر اللواء 35 مدرع بتعز، بعد تمكن القوات الخاصة مسنودة بمسلحين من أنصار الله من السيطرة عليه. وقالت مصادر محلية إن الطيران استهدف اللواء بخمسة صواريخ، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى. ميدانيا وعلى صعيد المواجهات، فقد قال سكان محليون أن اشتباكات تجددت اليوم بين أفراد من اللواء 35 مدرع مدعومين برجال القبائل وقوات الأمن الخاصة مسنودة بعناصر من أنصار الله في ساحة الحرية وسط المدينة، فيما ساد هدوء حذر بقية أجزاء المدينة. أفادت مصادر محلية بمحافظة عدن عن تواصل الاشتباكات بين اللجان الشعبية الموالية للرئيس هادي وقوات من الجيش المدعومة بمسلحي أنصار الله في عدد من مناطق المحافظة. ووفقا لتلك المصادر فإن حرب كر وفر تشهدها مدن خور مكسر والمعلى وكريتر. يأتي هذا بينما شن طيران التحالف اليوم غارات جوية استهدفت منطقة خور مكسر بعدن، وأدت إلى انفجارات هائلة في المنطقة. وفي مدينة الضالع، فقد قال سكان محليون إن معارك مستمرة بين قوات الجيش المسنودة بمسلحي أنصار الله وبين اللجان الشعبية الموالية للرئيس هادي تدور في محيط المدينة. وأوضحت ذات المصادر أن قتلى وجرحى سقطوا اليوم في استهداف طقم عسكري عند مدخل المدينة، ترافق ذلك واستهداف طيران التحالف لمنطقتي الوبح والجليلة، ما أوقع قتلى وجرحى. استهدفت غارات لطيران التحالف اليوم بصنعاء مقر قاعدة الديلم الجوية ومواقع أخرى شرق العاصمة، وفيما استهدفت عدة غارات اليوم مبنى مطار الحديدة ومعسكر الدفاع الساحلي بالحديدة. ذكر شهود بأن قتلى وجرحى سقطوا اليوم في استهداف طيران التحالف كلية المجتمع بمنطقة يريم في محافظة إب. وكان الطيران قد شن غارات أخرى على المعهد التقني بمنطقة السحول القريبة من مدينة إب. كثفت طائرات التحالف اليوم غاراتها على معسكر كوفل وجبل هيلان في محافظة مارب، بعد إعلان مسلحي أنصار الله المسنودين بالجيش السيطرة عليه. وفيما قالت مصادر قبلية إن معارك الجدعان ما تزال مستمرة بين الطرفين، وتسببت في تعثر عودة الفرق الهندسية لإصلاح خطوط نقل الطاقة. تحدث آخرون عن شن طيران التحالف غارات على محطة للمشتقات النفطية بمنطقة سرواح. أعلنت اليوم قيادة السلطة المحلية بمحافظة صعدة أن المحافظة منطقة منكوبة جراء ما تعرضت له من غارات مكثفة، وصفتها بالعدوان الخارجي الذي راح ضحيته المئات من المدنيين وتدمير للبنية التحتية. وطالبت السلطة المحلية في بلاغ صحفي الجهات الرسمية المحلية ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع الدولي وهيئات الإغاثة المحلية والدولية والمنظمات الإنسانية والحقوقية التحرك العاجل لإنقاذ المحافظة وسكانها مما وصفته بالوضع الإنساني المتردي والكارثة الإنسانية التي لحقت بها، مؤكدة عدم قدرتها على توفير أي من مقومات الحياة.
أعلن اليوم رسميا عن تعيين الدبلوماسي الموريتاني إسماعيل ولد شيخ مبعوثا دوليا إلى اليمن خلفا لجمال بن عمر الذي قدم استقالته الأسبوع الماضي. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في رسالة وجهها لمجلس الأمن إن المبعوث الجديد سينطلق من الإنجازات التي حققها بن عمر. وكان ولد شيخ قد عين نائبا لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا في ديسمبر الماضي وكلف برئاسة بعثة الأمم المتحدة الخاصة بشأن الإيبولا. دعت الصين وإيران إلى وقف النزاع وبدء الحوار في اليمن، وطالب الرئيس الصيني تشينغ بينغ والإيراني حسن روحاني بضرورة إنهاء الغارات على اليمن ولما من شأنه إيجاد حل للأزمة في البلاد. وتشكيل حكومة وحدة وطنية جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الرئيسين الصيني والإيراني على هامش القمة الآسيوية الإفريقية في العاصمة الأندونيسية جاكرتا. أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم استئناف الدراسة بأمانة العاصمة والمحافظات التي علقت الدراسة فيها ابتداء من الأحد بعد القادم في 2 مايو المقبل. وبررت الوزارة اتخاذ هذا القرار بسبب تحسن الأوضاع الأمنية. ويأتي قرار الوزارة في حين أقر مجلس جامعة صنعاء اليوم تعليق الدراسة أسبوع رابع حتى 30 أبريل الجاري. إذن فاصل ونعود للبدء في أول محاورنا. الإعلان عن انتهاء عملية عاصفة الحزم والدخول في المرحلة الثانية التي أطلق عليها التحالف اسم إعادة الأمل مدت في بادئ الأمر للشارع اليمني جرعة من التفاؤل ووضع حد للغارات والقتال على الأرض، فصور للكثير أن حلا ما قد أتى ولو من خلف البحار للدفع بعملية سياسية الهدف منها وضع تسوية ترضي أطراف الصراع في الداخل وتحظى بقبول إقليمي ودولي. غير أنه بعد يومين من توقف عاصفة الحزم وجد المواطن نفسه أمام مجرد تسمية جديدة فقط لمرحلة جديدة من العمليات العسكرية، وذلك مع استمرار الغارات وتواصل القتال على الأرض. الزميل معاذ منصر يرصد آخر التفاصيل في هذا الموضوع في التقرير التالي. لم تأتي عاصفة الحزم بأي متغيرات في المشهد السياسي اليمني حتى الآن، ويبدو أن الضغوط السابقة لحل الأزمة وبدء حوار تحت مظلة خليجية لم تعد محل ترحيب من قبل بعض الأطراف الداخلية والخارجية، وسط دعوات كانت أبرزها أمريكية إلى تسريع العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة، فيما يشترط أنصار الله الحوثيون استكمالها من حيث توقفت جراء الحرب، وذلك بعد الوقف الكامل لأي نوع من العملية العسكرية داخل الأراضي اليمنية والتي استمرت خلال الأمس في محافظة تعز وبعض المحافظات الأخرى. والملفت أن الدول نفسها التي رحبت ببدء الغارات الجوية كانت أول المرحبين بالإعلان عن وقفها. وبرغم عدم وضوح تفاصيل قرار إنهاء عاصفة الحزم وما إذا كان جاء بسبب انسداد الأفق أمام الخيار العسكري أم نتيجة اتفاق سياسي ما بين الأطراف الداخلية والإقليمية وحتى الدولية، إلا أن اتصالات أمريكية وسعودية وعمانية وإماراتية مكثفة كانت تجري في الأيام القليلة الماضية بهدف إنهاء الحملة العسكرية طبقا لمسؤولين أمريكيين. بعض المراقبين يرى أن المجال الآن وبعد إعلان إنهاء عاصفة الحزم صار مفتوحا أمام خيارين: دعم المقاومة اليمنية الموالية للحكومة والشرعية لمواجهة أنصار الله الحوثيين في المدن، والخيار الثاني فتح الباب أمام الحل السلمي. إذن يبقى السؤال المطروح: نهاية عاصفة الحزم بداية السلام أم بداية الحرب؟ خصوصا أن ثمة غموضا ما زال يكتنف الملابسات التي صاحبت الإعلان المفاجئ عن انتهاء عاصفة الحزم وبدء عملية إعادة الأمل، مع أن الغارات الجوية مستمرة
وعلى الأرض تستمر المواجهات بين أنصار الله الحوثيين والمقاومة الشعبية الموالية للرئيس هادي في كل من تعز وعدن والضالع وكثير من المحافظات ومؤشرات عسكرية أخرى وعلى مستوى المنطقة، حيث يجري الحديث عن وصول أساطيل وبوارج عسكرية لبعض الدول. إذن اليمن ما زال أمام مشهد بالغ التعقيد تتداخل فيه حسابات محلية واعتبارات إقليمية وتوازنات وصراعات دولية تفرض شروطها على صانع القرار وتضع حدودا لما يمكن أن يتم الذهاب إليه. والواضح هو أن عاصفة الحزم لم تحسم الوضع العسكري، ومن المهم الآن أن تركز بعد أن تحولت إلى إعادة الأمل على الخيار السياسي حتى تكون بداية للسلام المنشود وليس بداية لحرب جديدة بلا نهاية في المستقبل المنظور. إذا نناقش هذا الموضوع مع ضيوف الكرام، الأستاذ نايف القانص نائب رئيس اللجنة الثورية العليا، أهلا بك أستاذ نايف. أهلا وسهلا. وأيضا سينضم إلينا الدكتور أنور ماجد عشقي من المملكة العربية السعودية، وأيضا الأستاذ عبد الرقيب الهدياني رئيس تحرير موقع عدن أونلاين، وأيضا الأستاذ ماجد المدحج الكاتب والمحلل السياسي. أبدأ مع الأستاذ نايف القانص، قراءتك لإعلان انتهاء عاصفة الحزم وبدء إعادة الأمل. أولا هذه العاصفة الإجرامية الذي اتخذ القرار الخاطئ في استهداف الشعب اليمن الذي رأينا جميعا بأن كلما وجهت من الصواريخ كانت هي لتدمير البنية التحتية واستهداف المدنيين والمصانع والمساجد والمواد الغذائية وكلما يحتاجه الشعب اليمني سواء الكهرباء والنفط وغيرها. فعندما ارتكبوا تلك الجريمة البشعة بحق الشعب اليمني، خصوصا الصاروخ الأخير الذي كان في فج عفان الذي كان العالم مذهول من تلك الجريمة ومن تلك الوحشية وتلك الأسلحة التي استهدفت الشعب اليمني، كان هناك ضغوط كثيرة سواء من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومن روسيا وحتى من مصر نفسها والجزائر، فتم الضغط على هذه المملكة الصهيونية المعادية للشعب اليمني التي تتذرع بأنها تساعد الشعب اليمني ودمرت كل شيء بما في ذلك. طيب الملاعب. أستاذ نايف القارس، هذه الجهود سواء الروسية أو الإيرانية أو المصرية التي تحدثت عنها ووضعتها في سياق أنها فرضت أو مارست ضغط على المملكة العربية السعودية، إلى أي حد هذه الجهود هي قادرة على إيجاد خرق في جدار الأزمة اليمنية والدفع والبدء بالحوار السياسي؟ يا عزيزي، هؤلاء عندما توقلوا بوحشيتهم وبقوتهم كان لابد أن يسمعوا هناك أن هناك لا تزال هناك قوة هي أقوى من صواريخهم ومن هذه من هذا الأديان الذي وجهوا نحو اليمن. هناك أيضا الآن مسودة تقدمها روسيا هي مبنية على المبادرة الإيرانية تقدم لمجلس الأمن، وهناك أيضا جهود من أشقائنا مشكورين اللي هو فعلا أثبتوا بأنهم أشقاء وأنهم جوار حسن وهم الأخوة في سلطنة عمان. طيب لو وضعتنا على تفاصيل في هذه المسودة، نحن نعرف أن ما كان يعرف باتفاق خطة السلام الإيرانية كانت مرتكزة على 4 نقاط، لعل الأبرز فيها وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية والعودة إلى طاولة الحوار وتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة. أيضا ماذا في تفاصيل هذه المسودة الروسية؟ فيها إضافات، هناك إضافات أيضا من إيران لتعديل هذا القرار الظالم الذي جاء بحسب طلب المملكة أو كما أشترته المملكة السعودية. في هناك الكثير من النقاط تطبيقات عليه لم يتم نقاشها بالتفصيل، ولكن عندنا من المعلومات أن هناك الكثير من هذه النقاط والتطبيقات من أجل أن يصل الجميع إلى حل سياسي في دولة عربية أو أخرى محايدة لم تشارك في الحوار. وعلى ما الذي يمنع أستاذ نايف وأنتم في اللجنة الثورية العليا أن تكونوا على اطلاع بما في هذه المسودة؟ هل تكتم من الجانب الروسي أم ماذا؟ هذا الشيء يعود إلى الأصدقاء الروسي، يعني هم ربما لم ينتهوا من صياغتها بالشكل النهائي حتى تعرض علينا للاطلاع عليها، فهذا هو يعود إلى الأصدقاء الروسي.
طيب أذهب للدكتور أنور ماجد عشقي من المملكة العربية السعودية. أهلا بك دكتور أنور. أهلا وسهلا بكم دكتور أنور. يومان على البدء بإعادة الأمل كما أعلن من الرياض، لم يرى المواطن اليمني غير استمرار للغارات والقتال على الأرض، هل نحن أمام مجرد أسماء لمراحل عسكرية أخرى تلي سابقة لها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. طبعا هناك عاصفة الحزم وهناك عودة الأمل. بالنسبة لعاصفة الحزم كانت تستهدف الأهداف العسكرية فقط ولا تستهدف المدنيين، وكانت تستهدف طبعا السيطرة على الأجواء والسيطرة على الموانئ وحماية الشعب اليمني من فئة من الفئات تريد أن تستحوذ على السلطة لصالح دولة أجنبية اعترفت هذه الدولة وقالت إنها قد سيطرت على اليمن وعلى القرار في اليمن واستعمرت اليمن. إذن السلطة الشرعية هي التي طلبت من دول التحالف العشرة أن تقوم بهذا الدور بحماية الشرعية في اليمن. نحن على علم اطلاع بخلفية انطلاق عاصفة الحزم، لكن في موضوع التفريق بين عاصفة الحزم وإعادة الأمل، عندما تقول دكتور أنور أن عاصفة الحزم أنها كانت تستهدف العسكريين ولا تستهدف المدنيين، تحمي اليمنيين من جماعة، قد يفهم البعض أن إعادة الأمل ماذا يعني، ستستهدف المدنيين في هذه المرحلة؟ عودة الأمل، هذه عودة الأمل هي العودة إلى عملية تحقيق السلام في اليمن وتحقيق السلام في اليمن على أساس طبعا القرارات الأمم مجلس قرار مجلس الأمن 2251. هذا القرار الذي وافقت عليه الدول كلها دول مجلس الأمن بلا استثناء، إلا أن روسيا امتنعت عن التصويت ولم يعني تحتج على ذلك بالفيتو. فإذا معناها أن هذا قرار دولي. من ضمن هذا القرار أيضا إذا كان هناك من أراد أن يتسلط أو يقوم بالسيطرة على على مقدرات الدولة وأن يعتدي على يعتدي عسكريا على هذه، فوقتها دول التحالف تقوم بالتعامل معه. طيب بأي آليات وفق القرار دكتور أنور، بأي آليات وفق قرار مجلس الأمن هذا سيتم البدء بالحلول والحوارات السياسية؟ أيوة. حتى الآن لا مؤشرات على ذلك. الأمن أن الحوثيين وجماعة الرئيس السابق عبد الله صالح يخلون العواصم والمدن ومؤسسات الحكومة ويعودوا إلى أماكنهم وأن ينخرطوا في البوتقة السياسية. طيب دكتور أنور، ولكن قاموا بعملية مثل ما حصل في تعز وضرب اللواء 35، فلما حينما ضرب اللواء 35 قامت دول التحالف بضرب الحوثيين. فإذا معناها أنه يجب على الإخوة الحوثيين والإخوة من جماعة علي عبد الله صالح أن ينصاعوا إلى الشرعية اليمنية وأن يعودوا إلى أماكنهم وأن ينخرطوا في اللعبة السياسية. طيب في ضمن أو في تفاصيل هذه اللعبة السياسية، بعض وسائل الإعلام السعودية اليوم نشرت عن لقاءات تتم في الرياض طرف فيها بعض المسؤولين في حزب المؤتمر الشعبي العام، هل لديك معلومة دكتور أنور عن ذلك؟ وإلى ماذا يشير ذلك؟ هذا يشير إلى أن جماعة المؤتمر الشعبي العام بدأت يعني تدخل في اللعبة السياسية وأن تتفق مع الشرعية، وذهب منهم 9 مندوبين اجتمعوا يوم أمس مع وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون، واليوم اجتمعوا مع الأمين العام لمجلس التعاون، وسوف يبين ويوضح الصورة الحقيقية والمستقبلية. من يمثل في هذه اللقاءات؟ نعم، من يمثلهم في هذه اللقاءات؟ يمثل هؤلاء؟ أيوة، هلا 9 جاءوا بأفراد بأنفسهم، لا يمثلون المؤتمر الشعبي العام. لا، هم يقولون بأنهم يمثلون المؤتمر الشعبي العام. طيب سوف ينظمون للرئيس علي عبد الله صالح في أي بلد يستضاف. بدأت الحوارات على هذا يعني؟ نعم، أدخل هذا الكلام في هذا الحوار.
وإلينا وصل هذا الموضوع لأن هناك حديث سابق للرئيس علي عبد الله صالح الرئيس السابق، وأيضا اليوم تصريح نسب لمكتبه أنه لا يمكن لأحد إخراجه من اليمن. لا، لن يخرج بالقوة، يخرج هو بإرادته إذا أراد. طيب، سنعود لمناقشة هذا الموضوع مع الأستاذ نايف القانص، لكن أذهب للأستاذ عبد الرقيب الهدياني رئيس تحرير موقع عدن أونلاين. أهلا بك أستاذ عبد الرقيب. أهلا وسهلا. في الجنوب. أنا نائب رئيس تحرير صحيفة 14 أكتوبر. نائب رئيس، المعذرة فقط، يعني الصفة وفق ما وردني من الزملاء في الكنترول، فأرجو تصحيح الصفة. أستاذ عبد الرقيب، أستاذ عبد الرقيب الهدياني، في الجنوب هل لمستم أي فرق بين عاصفة الحزم وإعادة الأمل؟ الأصل أن عاصفة أو عملية إعادة الأمل كانت محطة، يجب أن تبدأ محطة جديدة، يجب على أسبابها التي أدت إلى وجود عاصفة الحزم أن تتوقف. لكن ما لمسناه نحن في الجنوب هنا في عدن أن جماعة الحوثي، ميليشيا الحوثي، لا زالت تعتدي على المواطنين. بالأمس قتل طفل في هنا في مدينة كريتر في عدن، طفل عمره 4 سنوات بقناصة الحوثي. الاعتداءات مستمرة في الضالع، في عدن، في قور مكسر، في مناطق عدة. إذن على جماعة الحوثي أولا أن تتوقف عن الاعتداء على المواطنين، عن مهاجمة المواطنين، حتى نطالب أن توقف الدفاع والقصف من السماء. هي لم تبادر، هي لم تتوقف عن عدوانها، وبالتالي كانت عاصفة الحزم كانت واضحة في بيانها في مؤتمرها الصحفي الأخير أنها ستستمر، لا تعني وقف إطلاق النار، وما دامت جماعة الحوثي مستمرة، وما دامت تعتدي على المواطنين، وما دامت مستمرة في عدوانها وتوسعها، فإن الباب مفتوحا لحماية المواطنين والمدنيين. طيب أستاذ عبد الرقيب، إلى أي حد تعتقد أن هناك تأثير لاستمرار هذه المواجهات على الأرض في أكثر من منطقة في الجنوب وأيضا في تعز في التأخر بالبدء بالحوارات السياسية، أم ربما أن تبدأ هذه الحوارات بضغوط خارجية مع استمرار هذه المواجهات؟ أعتقد أن الكرة الآن في ملعب جماعة الحوثي. جماعة الحوثي عليها أولا أن تتوقف أن تسحب قواتها من المدن، أن تسحب قواتها من عدن، أن تسحب قواتها من العاصمة، أن تتيح أن ترفع سلاحها وقوتها وهمجيتها وعدوانها على اليمنيين حتى يتحاوروا. عليها أن تفتح آفاق الحوار حتى نتحاور في حوار طبيعي بعيد عن هيمنتها، عن سلاحها، عن قوتها. لكن ما دامت مصرة على 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 يعني واقع الغلبة وعلى القوة، فلا يمكن أن نتحدث عن 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 حوار طبيعي سينتج حلول سيقبلها اليمنيين. طيب، سأعود لك أستاذ عبد الرقيب، أعود مرة أخرى للأستاذ نايف القانص نائب رئيس اللجنة الثورية العليا. أستاذ نايف، إذن الكرة في ملعبكم، المواجهات المستمرة في أكثر من منطقة هي من تعرقل البدء بإعادة الأمل والدخول إلى الحوارات السياسية، هذه نقطة. أيضا النقطة الثانية، 9 الأشخاص الذين يمثلون المؤتمر الشعبي العام كما قال الدكتور أنور ماجد عشقي وأكد هذا الخبر، المفاوضات الجارية هناك في الرياض، كيف تقرؤوها أنتم وماذا تعني لكم هذه التحركات وما يدور هناك من حوارات؟ أولا دعني أرد على أنور عشقي، هذا الذي يمارس الإجرام والقتل ويقول هو استهداف عسكريين. أي مواقع عسكرية يتكلم عنها وهم يعتدوا على كل ما هو موجود في اليمن من شجر وبشر وحجر، وكل حقدهم يرمى على اليمن. من متى دولة مملكة؟ مملكة هم الآن. أنا أنور عشقي أتمنى منه الآن أن يرفع هويته، هل عنده هوية؟ هل لديه وطن؟ هو لا يزال يعيش. طيب، دعنا من التجريح الشخصي أستاذ نايف، خلينا نركز في محاور النقاش. هذا حول النقاش، لأنه عبد مملوك لا يحق له أن يتكلم عن أحرار. في العبد يظل عبد عند سيده وليس مع طيب. أحرار اليمن. طيب. اليمن تسترق هذه المملكة. طيب، سيكون هناك رد للدكتور أنور على هذا الكلام مع أنه ليس موضوع نقاش الآن. أستاذ نايف، ماذا عن السؤال الذي طرحته عليك؟ العبد عبد عالي سيول لازم يفهم أنه يتكلم عن شعب يمني آلاف السنين، ويتكلم عن ديمقراطية وعن شرعية وهو بنفسه لا يمتلك هوية لوطن. يبحث
عن نجد والحجاز اولا ويتحرروا من ثم يتكلم عن اليمن. طيب هذا اخي يخرج. طيب يعني نحن اليمنيين نتكلم عن شأننا ونحل امورنا، ليست هذه المملكة الارهابية الصهيونية. طيب وهذا العبد المملوك لأسرة حقيرة. طيب مثله. طيب استاذ نايف، يعني لا استطيع ان اعلق على ما قلته لانه ليس كان موضوع نقاش، وهجومك هذا على النور ماجد عشقي هو ربما يكون له حق الرد في ما قلته فيه، لكن ماذا عن ما طرح الاستاذ عبد الرقيب الهدياني ان اي حوارات الان او اي حلول هي معرقله بسبب استمرار المواجهات من قبلكم؟ الحوار كان موجود، والذي عطله هو التجمع اليمني الاصلاح الذي ينتمي اليه عبد الرقيب الهدياني، هو الذي عطل ووصلنا الى حوارات، وكنا على وشك أن نشكل المجلس الرئاسي والمجلس الوطني والحكومة الوحدة الوطنية، ولكن للأسف الشديد وكما سمعتم من المندوب الأمم المتحدة الذي عطل الحوار والذي أوصل البلد إلى هذا الوضع هو التجمع اليمني للإصلاح. طيب من جديد الآن عاد الحديث عن حوار، لكن هذا الحوار مهيأ أو مرتبط بتهيئة الملعب، لا يستطيع أن يذهب الناس إلى الحوار مع استمرار هذه المواجهات في أكثر من منطقة، ما الذي يمنع توقف هذه المواجهات؟ أولا يتم رفع الحصار، يتم وقف العدوان الخارجي بكاملة، ويتم رفع الحصار عن اليمن الذي بيعاقبه 25 مليون. هذه الدولة الإرهابية الصهيونية السعودية الآن الذي تمارس الإرهاب على شعب بكاملة وتحاصره برا وجوا وبحرا. نحن على أتم الاستعداد أن نتحاور مع اليمنيين داخل الأرض اليمنية أو دولة محايدة كعمان أو الجزائر أو أثيوبيا. طيب أو روسيا. ماذا عن الحوارات التي بدأت في الرياض وهناك ممثلين للمؤتمر الشعبي العام طرف فيها؟ أسأل المؤتمر الشعبي العام، أنا لا أنتمي للمؤتمر حتى تسألني في ذلك. لا أقصد كطرف سياسي، أنتم كيف تنظرون لبدء هكذا حوارات وإن كانت حتى ثنائية؟ ليس عندي أنا تفاصيل في هذا، هناك أشخاص راحوا كما سمعت بأشخاصهم وليس كممثلين للمؤتمر الشعبي العام، ولا نعرف ما هي الحوارات التي تدور. هناك أبو بكر القربي بذل جهودا مشكورة، ولكن البقية لا نعرف أيش اللي يحملون في أجندتهم في هذا الحوار. أشكرك جزيلا أستاذ نايف القانص نائب رئيس اللجنة الثورية على هذه المشاركة معنا في هذه الحلقة من الواقع اليمني. أعود لدكتور أنور ماجد عشقي، بالتأكيد سيكون لك تعليق، وأيضا سؤالي لك عن ما هي الرؤية التي يمكن الالتقاء عليها داخليا وخارجيا للعمل على تجنيب اليمن مزيد من ويلات الحرب. الحقيقة إحنا نعرف أن 90% من مشاكل اليمن هي جانب الفقر، وهذا الجانب لابد أن طبعا يعزز بالمعونات من قبل دول مجلس التعاون ومن قبل المملكة العربية السعودية والإخوان في الحوثيين في صعدة، يعرفون بأننا فتحنا منذ 30 عاما مستشفى من أرقى المستشفيات في العالم، ولا يزال يعالج الحوثيين، ولا زلنا نبعث لهذا المستشفى سنويا 80 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية لا تدمر البنية التحتية التي هي عملتها لليمن. المملكة العربية السعودية دمار حينما أهلكها الزلزال، المملكة العربية السعودية بنتها كاملا خلال 10 سنوات، وعلى يدي أنا حينما كنت في اللجنة الخاصة بمجلس الوزراء أرسلنا إلى اليمن 38 مليار ريال لإصلاح البنية التحتية ولتكوين لعمل مستشفيات ومدارس وغيرها. فكل هذا يروح، وأنا أعرف أن الإخوة الحوثيين نبلاء وأصلاء لا ينكرون المعروف، لأنهم يعرفون من ينكر المعروف ماذا سيكون. فإذا هذه المملكة العربية السعودية قامت ولن تنسى الشعب اليمني، وسوف تقوم بأيضا. وأنا أحب أقول لكم بأن الأخ السيد عبد الملك الحوثي أرسل عن طريق واحد عن طريقي، أرسل يطلب بأنه يريد أن يتعاون مع المملكة العربية السعودية، وقلت أبلغه بأنه يوقع على الورقة، فوقع الورقة والورقة عندي الآن. متى هذا كان؟ داعي للكلام الزايد. طيب متى كان هذا؟ هذا كان قبل 6 أشهر، قبل 6 أشهر هذا الكلام صار، وأنا لا أزال أحتفظ بصورة
الخطاب الذي أرسله. طيب هذا غير مفاجئ، هو تحدث في إحدى خطاباته عن لابد من علاقة جوار حسنة. إحنا مسلمين. طيب أشكرك جزيلا دكتور أنور ماجد عشقي من المملكة العربية السعودية على هذه المشاركة معنا في هذه الحلقة. أعود وأختم في هذا المحور مع الأستاذ عبد الرقيب الهدياني. أستاذ عبد الرقيب، ما المطلوب من إعادة الأمل حتى نخرج من هذا الوضع؟ المطلوب أن جماعة الحوثي أن تعود إلى الوراء، أن تتخلى عن، أن تطبق قرار مجلس الأمن الدولي الأخير 22/16. على جماعة الحوثي أن تسحب قواتها من المدن. على جماعة الحوثي أن تخرج من العاصمة، عاصمة كل اليمنيين، أن تتخلى عن هيمنتها، عن قوتها، على حتى يكون اليمنيون متساوون، حتى يكون اليمنيون في فضاء طبيعي وصحي لكي يبدأوا الحوار ولكي يمضوا في مسار عملهم السياسي الذي ابتدأوه منذ توقيع المبادرة الخليجية. علينا أن نتخلى عن الأسباب التي فرضت وأوجدت عاصفة الحزم، والكرة كما ذكرت هي في ملعب جماعة الحوثي. هم الذين لا زالوا متمسكين بالعنف، هم الذين لا زالوا متمسكين بمداهمة المدن، هم الذين لا يزالوا متمسكين باحتلال الدولة، هم الذين لا يزالوا متمسكين باحتلال العاصمة. وبالتالي عليهم أن يعودوا إلى الوراء، أن يتخلوا عن سلاحهم، وأن يقبلوا بأنفسهم كجماعة سياسية وسائلها مدنية سياسية. أشكرك. مثلهم مثل بقية اليمنيين. أشكرك جزيلا أستاذ عبد الرقيب الهدياني، نائب رئيس تحرير صحيفة 14 أكتوبر. الآن ينضم لنا عبر الهاتف الأستاذ ماجد المدحجي، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك أستاذ ماجد. أهلا وسهلا أستاذ ماجد. قراءتك بداية لإعلان التوقف وبدء إعادة الأمل، هل فقط نحن أمام تغير في الأسماء ونحن الآن سنكون أمام مرحلة جديدة لعمل عسكري آخر؟ بداية واضح أنه مسار إعادة الأمل كما كشفت اليومين الذي أعقبوا الإعلان يختلف بالمعنى التكتيكي، ليس بمعنى العسكري كليا. يعني هناك مسار أهداف مختلف. واضح أنه إعادة الأمل يستجيب للتغيرات في الأرض، يحاول أن يلاحق تحركات جماعة الحوثي، ولذلك يتدخل الطيران السعودي لضرب مجموعة الحوثي و حركة آلياته أكثر مما يركز على أهداف ثابتة كما كان الحال في عاصفة الحزم. هذا تغير تكتيكي، لكن بمستوى آخر هو يخفض وطيرة الغارات لصالح إفساح المجال للبعد السياسي كما يبدو. يعني هناك مستويين في إعادة الأمل: مساحة أكبر للتفاهمات السياسية التي كانت مغلقة على مدى الشهر الذي استغرقته عاصفة الحزم، والآن يتم رفع الآمال إذا صح التعبير، لكن لا يتم إلغاء المسار العسكري في المعادلة الجديدة. طيب ما أبرز العوائق أمام أي حل سياسي قادم؟ بتقديري هناك مشكلة أساسية، وهي أن السعودية تريد تحقيق إنجاز على الأرض، تريد إحداث تغيير. يعني ليس لا يسهل على بلد مثل السعودية، دخل غامر بكل رأس ماله السياسي، غامر بكل رأس ماله العسكري، يعني وإرث الصفقات العسكرية بدون أن يحقق نتائج على الأرض، تجعل شك قدر من الكرامة متاح لهذه العمليات ونجاح محدد. دون ذلك ودون تنازل من الأطراف السياسية المقابلة، فسيصعب على جهات الوساطة أن تحقق اختراق في الجبهتين إذا صح التعبير. ما الإنجاز الذي تريد تحقيقه السعودية، وإلى أي حد استمرار هذه المواجهات في الأرض اليمنية حتى بعد توقف عاصفة الحزم يعقد الوضع أكثر؟ بتقديري على الأقل تريد عاصفة الحزم اختراق في جبهتين مبدئيا. يعني هناك الجبهتين النشطتين الآن تحديدا في تعز وفي عدن، إحداث فرق في هذه المدينتين حتى لو منح كهدية إذا صح التعبير من الحوثيين وصالح، ممكن أن يشكل جائزة مرضية للقوات السعودية وللقيادة السعودية التي تريد منفذا بتقدير من ورطة عدم إنجاز الأمر. لا يمكن خوض حرب نظيفة من الجو وتحقيق إنجازات على الأرض، هذا لا يمكن، ولذلك السعوديين لم يغامروا بحرب برية ولم يتمكنوا من تحقيق إنجازات على الأرض. هذه التحول بهكذا إحداثيات على مستوى الأرض ممكن أن يشكل فرقا في المسار السياسي. هذا إذا فهمت سؤالك صح عزيز سامي. طيب أستاذ ماجد، سؤال أخير عن اللقاءات التي تتم في الرياض وهم طرف فيها بعض من أعضاء المؤتمر الشعبي العام، كيف تقرأ هذه اللقاءات؟
المؤتمر منذ البداية بتقديري هو يبحث عن مسار سياسي، يعني على عكس جماعة الحوثيين المغلقة على فكرة المقاومة العدوان، يبدو أن المؤتمر السياسي وهذا لا علاقة بتكوينه يبحث عن فرصة للسياسية. أتاحت إعادة الأمل، الانتقال نحو إعادة الأمل، بدء تنشيط خطوط الاتصال وإعلانها، إظهارها إلى السطح، وهذا مريح قليلا للمؤتمر الذي يبحث عن فرصة لنقاش الخيارات بتقدير صالح على كل أي يكون التقييم له، يبحث عن مسار لا يجعله هدفا في الأخير. والسعودية واضح أنه بدأت تستجيب، لكنها تنتظر بتقديري لاستكمال استجابتها متغيرات عدة، تنازلات من صالح أو صفقة غير معلنة. واضح أنه نشهد الآن نحن مقدمات تفاهمات أولية، معدل الغارات سيعتمد على طبيعة تقدم هذه التفاهمات وإلى أين ستنتهي. طيب، ما زالت هناك ضبابية في هؤلاء الأشخاص الحاضرين هناك في الرياض من المؤتمر، من يمثلوا؟ وما زالت هي فقط مجرد تسريبات إعلامية تصدر عن قناة العربية والحدث وأخواتها في الإعلام السعودي، لا موقف رسمي من المؤتمر الشعبي العام من هنا من صنعاء يؤكد هذه اللقاءات؟ واضح بداية، دعنا ننظر للأسماء التي تحضر هناك، هي أسماء ذات مقبولية سعودية، أسماء تتقاسم ولا أهل سعودية وعلي صالح، نتحدث مثلا عن محمد ناجي الشايف ذو العلاقة الحميمة مع القيادة السعودية وأيضا هو موالي لصالح، هكذا عنصر هو عنصر ارتباط مريح للطرفين بالنسبة للسعودية ولصالح، وبالتالي ممكن أن يكون قناة موصلة بشكل جيد حتى لو غير رسمية في الأخير. يعني أي قنوات التفاهمات دائما في مسارات أزمة معقدة كهذه لا تحتاج أن تكون رسمية بالشكل الكامل، على الرغم أنه الصفة القيادية لهؤلاء الموجودين في السعودية تجعل الموضوع رسميا بشكل أو ما. أبو بكر القربي أيضا اتصاله بالقيادة المصرية، واضح أنه هناك أكثر من مسار سياسي ينشط صالح مع أطراف أزمة، ممكن مع الأطراف الأزمة سواء السعودية أو مصر أو غيرها، وبالتالي أفق هذه المعادلة ما زال مرهونة كما أقول بناء على طبيعة التنازلات التي سيقدمها خصوصا الطرف صالح وتطورات الميدان. ماذا عن جماعة أنصار الله؟ هل صالح ينشط هذه المسارات السياسية على علم ودراية من قبلهم؟ لا يمكن أن يكون صالح مفصولا عن علم، تحركات صالح مفصولة عن علم جماعة أنصار الله، لكن حدود قرار أنصار الله في هكذا مفاوضات والسؤال هنا بتقديري غير واضح، لأنه مشكلة جماعة أنصار الله أن هذا الطابع إيديولوجي أكثر من كونها سياسي، وهي تعتمد على فكرة تعبئة لأنصارها، ولذلك هي لا تستطيع أن تغامر بإعلان كونها طرف سياسي في مسار ضد السعودية التي هي طرف العدوان في المعادلة المحلية بالنسبة لجماعة أنصار الله، ولذلك هي ستترك الملف لصالح، والسؤال هو هي مدى تخويلها لصالح لإنجاز تفاهمات، وهذا سيتضح في الأيام القادمة. شكرا جزيلا لك على هذه القراءة أستاذ ماجد المدحجي الكاتب والمحلل السياسي. فاصل ونواصل معكم الواقع اليمني. أهلا بكم من جديد. لا يمر يوم إلا وتشهد الأزمة اليمنية معه مزيدا من التعقيد، فحين تغيب الحلول السياسية تصبح لغة البنادق هي السائدة والمسموعة في الميدان. اليوم وفي وقت واصل فيه طيران التحالف غاراته على عدد من المحافظات، تجددت المواجهات والاشتباكات في عدد من المناطق والمدن. الزميل محمود الحميدي يجمل لنا تفاصيل الوضع الميداني في التقرير التالي. في اليوم الثاني من العمليات المسماة بإعادة الأمل، وبعد 3 أيام من توقف الغارات الجوية على محافظة الحديدة، عادت اليوم ب5 غارات استهدفت المطار حسب اللجنة الإعلامية لأنصار الله، وتجمعات لعناصر الجيش المسنود بعناصر أنصار الله الحوثيين خلف المطار حسب مصادر صحفية. في عدن استهدفت البوارج البحرية عدة مناطق، واستهدفت الغارات محيط المطار ومديرية الأمن بخور مكسر، وكذا المدخل الشمالي في دار سعد، وعلى الشمال وتحديدا في الحوطة بلحج. استمرت المواجهات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة حسب سكان محليين.
منطقة الجليلة المتاخمة للضالع والتي تشهد مواجهات منذ أيام، استهدف الطيران فيها مدرستين ونادي الرياضي حسب أنصار الله، بينما يقول الطرف الآخر أن الجيش المدعوم بعناصر أنصار الله الحوثيين كان يتخذها مركزا له. يأتي هذا مع إعلان مسلحين قبليين منع تقدم أي وحدات من الجيش والعناصر الموالية له إلى المدينة. طيران التحالف أيضا استهدف عدة مواقع في عدة محافظات حسب مصادر أنصار الله، حيث استهدفت كلية المجتمع بيريم وتضررت بعض المنازل المجاورة، كما استهدف المعهد العالي في إب ومعسكر الصفوة في القفر، وكذا مخيم المزرق في حرض ومديرية ميدي في حقة. وبعد ليلة ساخنة في تعز استهدف خلالها اللواء 35 بعدة غارات استمرت حتى اليوم، تطايرت خلالها الصواريخ من مخازن الأسلحة إلى الأحياء المجاورة. عاد الهدوء الحذر ليخيم على الوضع الميداني مع اشتباكات خفيفة في جولة المرور وإلقاء القبض على مسلحين حاولوا التسلل إلى ساحة الحرية حسب مصادر قبلية. مأرب هي الأخرى شهدت القصف والمواجهات والتصريحات المتناقضة، حيث أكدت إعلامية أنصار الله تطهير معسكر كوفل وفرار المتحصنين فيه وتعرض اللواء فيما بعد لعدة غارات استهدفت أيضا محطة وقود. تقول مصادر صحفية أن مسلحي القبائل ما يزالون يفرضون حصارا حول المعسكر وأنهم يحققون تقدما على الأرض، وفي حين تطابقت المصادر حول تحليق الطيران دون قصف في الملاحيط والمنزلة بصعدة وعدد من المحافظات. لم تؤكد أي جهة أو تنفي تعرض العاصمة لغارات جوية، مع استمرار إطلاق المضادات وسماع السكان ذوي الانفجارات. اللجنة الإعلامية لأنصار الله أكدت أن إعلان محافظ صعدة محافظته منطقة منكوبة جاءت نتيجة ما تتعرض له المحافظة من استهداف جوي وبري، ما دعاه لتوجيه الدعوة للمنظمات الإنسانية والحقوقية والمجتمع الدولي لسرعة التدخل وإنقاذ المحافظة. كما أكدت اللجنة تعرض منطقة الظاهر ومديرية رازح اليوم لقصف بقذائف الهاون وعدد من الصواريخ من الجانب السعودي. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من تعز الصحفي محمد الحذيفي. أهلا بك محمد. أهلا وسهلا. لو تضعنا في صورة آخر المستجدات الميدانية في محافظة تعز، وأيضا ماذا لديك من معلومات عن آخر الاشتباكات، أين تتركز وما هي المناطق التي يسيطر عليها كل طرف؟ مساء الخير لك ولكل المشاهدين. آخر التطورات طبعا شهدت تعز اليوم هدوءا حذرا مشوبا بالتوتر، باستثناء اشتباكات محدودة في جولة المرور، وكذلك اشتباكات محدودة مع بعض الجنود الذين تقول المقاومة الشعبية أنهم حاولوا التسلل إلى ساحة الحرية وسط مدينة تعز يلبسون زي ما كان يسمى بالفرقة الأولى مدرع. وكذلك تقول المصادر أنها ألقت القبض على اثنين من الجنود ومعهم أسلحة ونواظر ليلية ووثائق تثبت انتمائهم لميليشيات الحوثي. هذا مجمل الأوضاع بالنسبة للمقاومة لكل سيطرة كل طرف. هناك سيطرة محدودة لميليشيات الحوثي وكتائب الرئيس السابق علي عبد الصالح على الجهة الغربية، وتحديدا مقر مؤخرة اللواء 35 الذي تم السيطرة عليه من قبل دخول ميليشيات الحوثي وكتائب صالح سلام والمناطق المحيطة به. وكذلك هناك في مفرق شرعب كسيطرة لتلك الميليشيا. أما بالنسبة لسيطرة المقاومة الشعبية والجيش الممثل باللواء 35 فيسيطرون على معظم أو أجزاء كبيرة من أحياء وشوارع المدينة. شكرا جزيلا لك الصحفي محمد الحذيفي، كنت معنا من تعز. أيضا ينضم إلينا من هناك الصحفي محسن الجنيد. أهلا بك محسن. أهلا وسهلا فيك سالي. إذن هدوء حذر يشوب المحافظة كما قال محمد الحذيفي، ما هي الرواية لديكم حول أحداث تعز اليوم؟ أحداث تعز اليوم هناك فعلا هدوء حذر، إلا أن الأخ محمد الحذيفي خارج التعبير فيما أدلى به من سيطرة الجماعات المتمردة من اللواء 35 مدعومين مسلحي الإصلاح على تلك المناطق التي قال عنها، هذا غير صحيح.
المحافظة تكاد تكون آمنة بكل أطرافها وسطها باستثناء منطقة الروضة التي يتحصن فيها المتمردون وجماعة الإصلاح. حاليا هناك هدوء وهناك تقريبا نوع من المباحثات لغرض تجنيب المحافظة مزيدا من العنف، مزيدا من الدماء، مزيدا من الصراع. طيب ستبقى معنا للتعليق على تطورات الوضع في عدن، لكن بعد أن نتعرف عليها من خلال الزميل الصحفي نشوان العثماني. أهلا بك نشوان. أهلا سامي. نشوان، هل يمكن أو كيف يمكن أن تصف لنا الوضع في عدن؟ عفوا لم أسمع السؤال. كيف هو الوضع اليوم في محافظة عدن؟ ما الجديد؟ الآن وأنا أستمع للمداخلات والتقرير للزميل محمود، كان هناك غارة قوية سمعت على أرجاء واسعة في عدن، لما تمكن من معرفة أين بالضبط، والآن في هذه اللحظات الطيران يحلق. على كل عدن لم يتغير فيها شيء ما قبل عاصفة الحزم عما بعدها، أي مرحلة إعادة الأمل. فالواقع على الأرض لا يزال مستمرا، اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين المقاومة الشعبية والحوثيين في أكثر من مكان وفي أكثر من مديرية أيضا. وقبل الساعات من الآن أبلغت أنه تم اختطاف الناشط الشبابي عازم عمان من في مديرية فورمستر. الظروف ظروف أخذه واختطافه لا تزال غامضة، لكن يعتقد أنه اختطف من قبل الحوثيين، حيث أنهم يسيطرون تقريبا على أماكن كثيرة في الخور، إلى جانب أيضا المقاومة لها نوعا من السيطرة وتدور عادة اشتباكات في هذه المنطقة وقرب مطار عدن. طيب ماذا عن أهداف غارات التحالف في المعلى وأيضا في دار سعد؟ طيب نشوان، غارات التحالف سواء الذي كان في عدن وصف قبل أسابيع بالكارثي، وهو ما يدل الآن على أنه يتجاوز هذا الوصف بكثير على مختلف الصعد في النواحي كلها. آخر الإحصائيات تقول بسقوط ما لا يقل عن 334 قتيلا و 2224 جريحا خلال أقل من شهر، طبعا معظمهم كما تؤكد المصادر الرسمية من المدنيين. عوضا عن الأضرار في الممتلكات العامة والخاصة، عدن لا يخفى عن الكل أنه يتم استخدام فيها سلاح ثقيل مع أنها مدينة صغيرة وفي أحياء مكتظة بالسكان، وهذا ما يرفع الكلفة كبيرا وكثيرا في عدن بأنها تتصدر المحافظات معاناة متفاقمة كما سبق، ولا تزال الاشتباكات والوضع الأمني متوترا حتى هذه اللحظة التي أتحدث إليكم فيها. شكرا لك نشوان عثماني من عدن. أعود لمحسن الجنيد صحفي من تعز، إذا كان لك من تعليق وأيضا أي معلومات عن روايتكم وفق ما لديكم متوفر من معلومات عن ما يدور هناك في عدن. ما يدور الآن حاليا أن السيطرة التي تفرضها قوات الأمن الخاصة على المناطق الكثيرة في تعز باستثناء ما ذكرته سابقا منطقة الروضة أو مناطق ما يسمى 2011 ونقدر نستطيع أن نقول عليها الحصبة مشدودة في الحصبة في صنعاء. هذه حتى الآن لا زال المتمردون متحصرون فيها بجوار السكان الأمنون وهناك. طيب بالنسبة لعدن، تحدث نشوان عثماني عن روايته لما يحدث هناك، هل لك من معلومات؟ لا يوجد عندي معلومات لعدن، لكن أعتقد أن الوضع في عدن هناك مواجهات لا زالت ولم تنتهي، إلا أنها ليست بالحدة التي ذكرها الأخ نشوان. شكرا جزيلا لك محسن جنيد الصحفي من تعز. أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم استئناف الدراسة بأمانة العاصمة والمحافظات التي علقت الدراسة ابتداء من الأحد بعد القادم في 2 مايو، على أن تكون الدراسة بمعدل 6 أيام في الأسبوع، وعلى أن تبدأ امتحانات شهادة النقل في 30 من ذات الشهر. وأوضحت الوزارة أن استئناف الدراسة جاء نظرا لتحسن الأوضاع الأمنية، وشددت الوزارة على المناطق التعليمية والإدارات المدرسية الانتظام في عملهم ابتداء من السبت المقبل للتهيئة لاستكمال الخطة التعليمية للعام الدراسي الجديد.
أو الجاري. للمزيد من التفصيل ينضم إلينا أستاذ عبد الله حامدي نائب وزير التربية والتعليم. أهلا بك دكتور عبد الله. دكتور عبد الله. أهلا وسهلا. دكتور عبد الله، إذن الدراسة ستستأنف من مطلع مايو والامتحان ستكون في نهاية الشهر، لأنكم قلتم في البيان أن الأوضاع الأمنية تحسنت مع أن الغارات ما زالت مستمرة وهناك حالة من المخاطر الأمنية. إذن ما هي دوافعكم لاتخاذ هذا القرار؟ شكرا للسعادة وشكرا لاهتمامها بالجانب التربوي أيضا والتعليمي. حقيقة اجتمعت إدارة الوزارة يوم أمس وصباح اليوم ودرست طبعا أوضاع العملية التربوية بالتواصل مع كل مكاتب التربية في كافة المحافظات وأيضا مع السلطات الأمنية والسلطات المحلية، وتبلور هذا اللقاء بحزمة من القرارات. كان أولها أن هناك محافظات أو مديريات، ونقصد أيضا الريف اليمني الذي يشكل فيه نسبة الطلاب والطالبات في التعليم العام من 73 إلى 77%. هذا الريف طبعا وجزء كبير منه وبعض المحافظات لم تتأثر بالعدوان الذي مس هذا الوطن، وبالتالي فإن هذه المحافظات وهذه المديريات وهذا الريف يلتزم تماما بالتقويم المدرسي الذي صدر مع بداية العام الدراسي. هذا كان أول قرار بذلك. المحافظات المديريات التي طبعا مسها العدوان بضرر تم تعليق الدراسة كما تعلمون، ولكن بعد إعلان المعتدي بأنه سيوقف العمليات بدأنا نستعد لإعادة الأمور إلى نصابها. فكان القرار الأول بأن في أمانة العاصمة وفي كل المحافظات التي ستشهد استقرارا يبدأ من الأحد القادم، يعني من بعد 3 أيام، المرحلة الأسبوع الأول التهيئة والاستعداد من خلال حضور الإدارة المدرسية والمدرسين والاستعداد لاستئناف الدراسة. وبالتالي إن كان هناك صدقا وتوقفت الاعتداءات وتوقفت الغارات، فإن استئناف الدراسة ستبدأ في 2 مايو أي الأحد بعد إجازة الأول من مايو. طيب. وسيكون الدوام بعد ذلك من 2 مايو إلى نهاية مايو معدل 6 أيام في الأسبوع، معدل 6 أيام في الأسبوع من السبت إلى الخميس. طيب هل هذا الشهر كافي؟ طيب هل هذا الشهر كافي لتعويض ما خسره الطلاب؟ هو ما فات طبعا، نحن تقريبا نحن حسبناه حسبة حقيقية منذ، هل تسمعني؟ أسمعك. نحن حسبناها حسبة دقيقة طبعا، أنه الفترة اللي توقفت فيها الدراسة متفاوتة من محافظة إلى أخرى ومن موقع إلى آخر، فهذه الفترة التي تقريبا ستصل إلى 43 يوم سيتم تعويضها بهذه المرحلة. وبالتالي مع 30 مايو ستبدأ هناك عملية الاختبارات، يعني ستبدأ الاختبارات بشكل عام. المحافظات طبعا والمديريات في اختبارات النقل أعطينا لها الصلاحيات بحسب ما أنجزت بابتداء من النصف الثاني من شهر مايو، أي ابتداء من 16 مايو. طيب تجري الاختبارات النقل لكافة المراحل. طيب تعز وعدن ومارب المناطق التي المحافظات التي لا زالت الأزمة، بالنسبة للمحافظات التي لا زال المعارك ولا زال القصف عليها، فإن هذه ستستمر الدراسة معلقة فيها إلى أن تنجل الأمور. يعني نحن لم نصدر قرارات يعني مزاجية وإنما كانت مدروسة. نحن ندرك بأن عدن ولاحق وأبين والضالع وبعض المحافظات، أي محافظات سواء كانت هذه اللي ذكرناها أو غيرها، المعارك والقصف قائم، فإن الدراسة ستستمر معلقة بذلك. طيب ما هي المعالجات بالنسبة لهؤلاء الطلاب المتواجدين في هذه المناطق؟ كيف ستعالجون وضعهم؟ هناك من نزح إلى محافظات أخرى.
ومن هو باقي في هذه المحافظات إلى مديريات أخرى، ونحن أعطينا التعليمات كاملة بأنه من نزح إلى أي مديرية إلى أي مدرسة يقبل تلقائيا ويواصل دراسته ويمتحن أيضا في تلك المدارس. بالنسبة لاختبارات المركزية التاسع والثالث ثانوي، لا زالت قيادة الوزارة تدرس الخيارات بناء على معطيات. طيب. بالنسبة لمن لم ينزح من هذه المناطق، بالنسبة لمن أنت وجدت الحل والمعالجة لمن نزح من هذه المناطق أنه يمكن أن يذهب للدراسة في أي مدرسة، لكن من هم باقون في هذه المناطق الملتهبة؟ اللي باقون في هذه المناطق الملتهبة إلى أن ينتهي، متى سينتهي؟ قريبا أو بعيدا ستكون هناك قرارات جديدة مرتبطة، مقدرين كل الأوضاع وكل المعاناة التي يعيشها أبنائنا، ولن نكون إلا معهم على الأقل خلال هذه الفترة. نتمنى لهم السلامة وأن يبقوا على قيد الحياة. شكرا جزيلا لك دكتور. نتمنى ذلك، ونتمنى أن ينتهي هذا العدوان، ونتمنى أن يعود الأمن والسلام إلى بلادنا. العدوان الخارجي والداخلي دكتور؟ كل أشكال العدوان وكل أشكال الحروب في هذا الوطن يجب أن تنتهي. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله الحامد نائب وزير التربية والتعليم، والشكر أيضا لكم مشاهدينا، حيث وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة من الواقع اليمني. أشكركم على كرم المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة أخرى بإذن الله. تصبحون على خير.